فعلت الولايات المتحدة معاهدة إقليمية للتعاون العسكري تشمل 10 دول أخرى في القارة الأمريكية والمعارضة الفنزويلية ردا على تحركات حربية لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس. وقال بومبيو إن التحركات الحربية الأخيرة للجيش الفنزويلي في الانتشار على طول الحدود مع كولومبيا، وكذلك تواجد مجموعة مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية على الأراضي الفنزويلية، تظهر أن نيكولاس مادورو لا يمثل فحسب تهديدا للشعب الفنزويلي، بل إن أفعاله تهدد أمن وسلام جيران فنزويلا.